100 عمل فني وترفيهي للكبار والصغار في مهرجان روح العيد دعما للأيتام في جامعة صباح الدين زعيم في مدينة اسطنبول. المهرجان هو مبادرة شبابية بالاشتراك مع اتحاد الطلبة السوريين. أنا كتير فخورة بتواجدي هنا في معرض روح الفني. طبعا هذا المعرض بيسعدنا جميعا، بيسعد الفنانين وبيسعد اللي جايين يشتروا اللوحات والقطع الفنية وبيسعد الأطفال، فهذا كان إشي كتير كبير ومهم بالنسبة لإلي. أنا لما شفت هذه الفكرة على السوشيال ميديا كتير حبيت فكرة أنه من خلال الفن الواحد بيساعد أيتام وبيفرح ناس كتير. عرب بينهم سوريون عرضوا أعمالهم وأنشطتهم خلال المهرجان الذي استمر 6 ساعات بجهود تطوعية كاملة. فعالية مهرجان روح العيد الفكرة منها أنه نحن نعيش المغتربين اللي باسطنبول جو العيد، وبنفس الوقت نضمن أنه 100% من كل شيء بيدفعوه بيروح لكفالات الأيتام، يعني فرحة فرحتين. مشان هيك عملنا شيء اسمه مهرجان روح العيد، هو قائم 100% على تطوع الناس، ونعمل بالتعاون مع اتحاد طلبة السورية من جامعة صباح الدين زعيم، وعملنا فعاليات ألعاب جو العيد اللي نحن كان ببلدنا، ومعرض فني وأكل. كان الحضور السوري هو الأكبر من حيث العدد في مبادرة روح العيد لكثرة عدد الأيتام السوريين جراء سنوات طويلة من الحرب، ويحاول القائمون على هذا النشاط الإنساني تعزيز قيم التكافل والتراحم في دعم اليتيم.